الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف الطريق للخلاص من معاصي السر؟ الحمد لله، في الحقيقة كلنا ذاك الرجل الذي بينه وبين الله عز وجل شيء من خبايا الشر، ولا نزكي أنفسنا، وكلنا ذاك الرجل المقصر في جنب الله عز وجل، لا سيما في حال خلواتنا. وهذه مشكلة عظيمة كبيرة تحتاج منا إلى وقفة، يعني نتأمل فيها أحوالنا مع الله عز وجل في خلواتنا. فينبغي للإنسان أن يحيي في قلبه ميزان المراقبة لله عز وجل، فإن علامة كونك تخشى الله عز وجل هو تركك للمعصية حال خلوتك بها واختفائك عن أعين الناس، فإن الناس لا يفعلون المعاصي غالبا أمام أعين من يخافون نقده أو يخافون عقوبته من غيرهم من بني البشر، ولكن حقيقة خوفهم وخشيتهم من الله عز وجل إنما هي في حالهم، في حال خلوتهم مع الله تبارك وتعالى. فإن هناك من الناس من يخلق لنفسه شخصيتين، فيكون مع الناس بشخصية فاضلة، ولكن متى ما أن يخلو بمحارم الله فإنه ينتهكها، فهنا تضيع حسناته وتذهب أفضاله إلا أن يدركه الله عز وجل بالتوبة الصادقة النصوح. ولذلك يجب علينا أن نعلم أن المراقبة الحقيقية هي مراقبتنا لله عز وجل في حال الخلوة، وأن خشيتنا الحقيقية هي خشيتنا لله عز وجل في حال خلواتنا. ثم بعد ذلك يجب علينا أن ننظر في الأدلة التي تخوفنا من معاصي السر، فإن الأدلة دلت على أنها من جملة محبطات الأعمال، فمعصية الإنسان لله عز وجل في حال خلواته موبقة من الموبقات، قد توبقه وتحبط حسناته وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا الحديث حديث صحيح. فلنستيقظ قبل فوات الأوان، ولنتب قبل إغلاق الباب وتصرم الأعمار وحلول هادم اللذات ومفرق الجماعات، ثم نندم يوم لا ينفع الندم. فلنحسن مع الله عز وجل سرائرنا، يحسن الله عز وجل على نيتنا. وأما أن ننمق أحوالنا في الظاهر وما إن نخلو عن أعين الناس نتقحم في معصية الله عز وجل في الباطن، فإن هذا والله هو الرزية كل الرزية. فعلينا بهذين الأمرين: أن نحيي خشية الله ومراقبته في قلوبنا، وأن نتطلع على عظيم تلك الأمور والعقوبات التي تتضمنها معصية السر. ثم إن هناك بلية أخرى، وهي أن الإنسان إذا عصى ربه في حال السر والخلوة فإن حاله تنبئ بأن أعين المخلوقين أخوف عنده من عين الله عز وجل، فيصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فهذه بلية عظيمة، يقدم خوف الناس ونظر الناس ومراعاة أحوال الناس على نظر الله عز وجل. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، وأن يعاملنا بجوده ورحمته وعفوه. ثم أوصي من غلبته نفسه وتأخرت توبته من تلك المعصية، أوصيه بأن يعارضها بشيء من طاعات السر فيما بينه وبين الله. فإذا
غلبتك نفسك على شيء من خبايا الشر فاحرص على أن يكون لك خبيئة من الخير لا يعلم بها إلا الله، لعل أجر هذه يحبط سيئات هذه. فالله عز وجل غفور كريم، ونسأله أن يعجل لنا بالتوبة مما يعلمه منا من التقصير في جنبه، والله أعلم.